مرحبا بيك مجددا كابتن سيف، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم. وعقب فوز الزمالك الكبير على النادي الاسماعيلي في قمه مباريات الجوله العاشره، يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكره بنادي الزمالك. في البدايه برحب بيك على شاشه قناه اون تايم، وبالتاكيد ايضا فوز مهم وثلاث نقاط غاليه وضعت نادي الزمالك على قمه الدوري العام. برحب بيك طبعا، برحب سيف وكباتن كلهم اللي في الاستوديو، والله يبارك فيك. فوز طبعا مهم النهارده. شفت المباراة زي النهاردة والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على واحد من الأندية الشعبية والجماهيرية وهو نادي الإسماعيلي. طبعا ماتش صعب، يعني وضع الإسماعيلي في الدوري ما يعكس شخصية نادي الإسماعيلي وإمكانيات لعيبة نادي الإسماعيلي وجماهيرية نادي الإسماعيلي، وبالعكس وضعه في الدوري يخليه يكون أشرس إن هو بيحاول يرجع عن طريق ماتشات كبيرة قدام فرقة زي الزمالك. فإحنا كنا عارفين ان هم هيظهروا بشكل يعني قوي، وعارفين ان هم برضو عندهم النشوه بتاعه الجهاز الفني الجديد، ان هم هيبقوا عايزين يثبتوا للجمهور بتاعهم ان هم بيحاولوا يرجعوا. واتمنى ان طبعا نادي اسماعيلي يرجع في اقرب فرصه في مكانته الطبيعيه اللي هو يستحقها، لكن كان احنا الاهم بالنسبه لنا ان احنا ناخد الثلاث نقط، ان احنا كنا محتاجينهم برضو يعني يمكن اكتر من نادي الاسماعيلي. احنا بننافس على الدوري، ويعني كنا فقدنا نقط في ماتشات كنا نتمنى ان احنا ما نفقدش نقط في المحطات دي، لكن كان فوز مهم في وقت مهم بالنسبه لنا. شايف ان هدف الاسماعيلي المبكر كان نقطه تحول في اداء نادي الزمالك خلال هذا اللقاء؟ يعني بص، هو الاسماعيلي نازل ماسك كوره وبيهاجم ومش خايف من الزمالك، وعندهم شخصيه النهارده واضحه جدا في الجون. بغض النظر الجون جه في الاول او جه في الاخر، هم فرقه كانت بتحاول طول الماتش. يمكن الجون لما جه في الاول فوقنا شويه، احنا برضو كان عندنا نفس يعني الرغبه ان احنا برضو ان احنا نبدا ونسجل، لكن في الاخر هي كوره ثابته في اول دقيقتين، ما كانش فيه لسه تركيز، عدم تركيز من اللعيبه وهي واقفه يعني في الكور الثابته. ف اهم حاجه ان احنا في الاخر قدرنا نرجع بثلاث اجوان في الشوط الاول، وتحكمنا في الماتش الشوط الثاني كله. الزمالك خلال المرحله الجايه مقدم على مباريات صعبه، هتبدا بلقاء اسوان. فاسوان شايف هذه المواجهه تكون عامله ازاي؟ كل المباريات صعبه، يعني كل المباريات صعبه وكل الفرق محتاجه نقط. انت اسوان النهارده كسب المصري، فرقة برضو على قد إمكانياتها بتعافر وبتحاول وبتعمل نتائج كويسة جدا، وفرقة عندها شخصية، فكل المباريات هتبقى صعبة. وإحنا كل ما نفكر في المباراة اللي جاية بنحترم طبعا أسوان، وبنحترم يعني الجهاز الفني بتاعهم والشغل اللي هم بيشتغلوه، لكن برضو إحنا الفرقة اللي عايزة تبقى البطل في الآخر لازم تحارب على كل النقط اللي بتلعب عليها. واحنا ان شاء الله يعني هنركز الماتش الجاي ان احنا نرجع من اسوان بالثلاث نقط. ابراهيم نضاي ومصطفى شلبي امتى هيعودوا للمشاركه في المباريات مع نادي الزمالك؟ لما يتعافوا بنسبه 100%. مصطفى شلبي خلاص تعافى، يعني هيبقى يعني الماتش الجاي ممكن يكون موجود، وجهه نظر يعني فنيه، بس هو خلاص ما يعني خلاص خرج بره قائمه المصابين، ما بقاش مع الدكتور يعني ولا الجهاز الطبي. ابراهيم انضاي في اخر مرحله في التاهيل. الونش وخلاص امتى هيرجع ايضا للمشاركه مع نادي الزمالك، او هيعود للانتظام في تدريبات الفريق؟ لا، الونش لسه بدري شويه، الونش سافر خلاص قطر، بيدخل في مرحله تانية من التاهيل في مركز هناك مهم جدا يعني، ف هيقعد هناك من 3 أسابيع لشهر تأهيل، معمول له برنامج هناك، وبعد إن شاء الله ما يخلص البرنامج ده هيجي يدخل معانا برضو واحدة واحدة.